تقول: دائما أسمع أن من فاته الوتر من الليل قضاه في الضحى، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم ولم يوتر فليوتر. فلماذا تقضى صلاة الوتر إذا فاتت الإنسان مع أنها نافلة؟ وما أهمية الشفع والوتر؟ وعلى هذا ينطبق، وهل هذا ينطبق على بقية النوافل؟ أما ما نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله من فاته الوتر فليوتر، أنا أعلم بهذا أصلا. وهذه السائلة ذكرت أشياء نسبتها للرسول في كل سؤال لا أصل لها. فالواجب على الإنسان أنه ما ينسب للرسول إلا ما يتأكد من ثبوت، يعني يكون في كتب الصحاح المعروفة. وأما من فاته الوتر بالليل فإنه يقضيه في النهار ما بين ارتفاع الشمس إلى زوال الشمس، يقضيه لكن يشفعه. فإذا كان يوتر بثلاث من الليل فإنه يصليها أربعا بسلامين، وإن كان يوتر بخمس فإنه يصليها ست ركعات بتسليمات من كل ركعتين، وهكذا. هذا هو السنة. نعم.